احكي على كتاب اللي هو Quality Control and Evaluation of Herbal Drugs. هذا الكتاب اول نسخه مطبوع سنه 2019، وهذا الكتاب بتناول عده محاور. هو عباره عن 21 تشابتر بيبدا بيحكي على التراديشنال ميديسن، الهيستوري لها، ومن ضمنها بتناول احدث التقنيات لاستخلاص وفصل وقياس نوعيه ومدى امان استخدام النباتات الطبيه في التداوي. ايضا من ضمن المواضيع المطروحه في هذا الكتاب بتناول دول معينه واهم النباتات او الاعشاب الطبيه المستخدمه فيها، دول زي اليابان، دول زي الهند وماليزيا اللي بتشتهر باستخدام النباتات الطبيه. ايضا هذا الكتاب يحتوي على طرق حديثه تستخدم بقياس السيفتي والتوكسيسيتي والكواليتي اوف هيربال ميديسن، زي الاتش بي ال سي والجي سي ام اس، ومبادئ عمل هذه الاجهزه وكيف استخدامها في فصل النباتات الطبيه وتحويلها الى مستخلصات للتداوي. في نهايه الكتاب ايضا بيختم بانترناشونال ريجوليتوري ستاتس اوف هيربال ميديسن، طرق تنظيم التداوي بالنباتات بدول زي استراليا وكندا والصين والاتحاد الاوروبي، بالاضافه انه هذا الكتاب يحتوي على كم من المعلومات الاساسيه وايضا المتقدمه اللي بتصلح لطلاب البكالوريوس وايضا طلاب الدراسات العليا.